السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما. لو لسه ما اشتركتش معايا في القناة يا ريت تشترك في زرار أحمر تحت، اضغط عليه وجنبيه الجرس، اضغط عليه برضه خليه على الكل، واضغط لايك للفيديو وعاوزه يوصل لأكتر من 100 لايك أنتوا تقدروا توصلوه. الحمد لله الأيام اللي فاتت كلها كنا بنقول توقعات اللي بالضيف اللي هيجي مع رامز جلال، والحمد لله جميع التوقعات كلها بتكون صحيحة 100% بشهادة كل اللي بيشاهد الفيديو. فأنا ليه قلت لك اضغط على الإشعار؟ لأن أول ما تضغط على الجرس هيجي لك كل يوم إشعار قبل المغرب وتعرف مين هو ضيف رامز جلال، تتفلسف بقى على أصحابك على أهل بيتك اللي أنت عاوزه. عشان مش هطول عليكم النهاردة، عايزك تقولي في الكومنتات تحت ايه رأيك في برنامج رامز جلال، وهل انت من الناس اللي بتأيد ان البرنامج يقف ولا لا. برضه عشان ما اطولش على حضراتكم كتير، النهارده ان شاء الله ضحيه اليوم او ضيف اليوم مع رامز جلال هو حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي. مستني رايكم في الكومنتات تحت، وما تنساش اللايك.